ازيكم؟ ايه الاخبار؟ بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات انبوكسنج ومنتجات والكلام ده كله. صادف ان انا عندي شويه منتجات كده قلت اما اطلع اعملها انبوكسنج وريفيو بسيط، او زي نقدر نقول كده اللي هو ايه نظره اوليه عن المنتج لغايه لما اجرب المنتج بشكل كبير واطلع لكم بريفيو كامل ان شاء الله على القناه او على الفيسبوك حسب ما انت بتتفرج عليا. انا مش عارف اتفرج عليا فين. المنتج اللي معايا النهارده هو الهولي لاند لارك ام 2 مايك من شركه هولي لاند. لو انت متابع المايك ده عامل قلبان وضجة قوية جدا 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 في كل الريفيور وكل الناس طلعوا اتكلموا عليه بالايجابي، يعني ان هو مايك كويس جدا. ولو تعرف ماركس براوني او ام كي بي اتش دي، الشخص ده لما يطلع يتكلم عن المنتج اعرف ان المنتج ده منتج كويس. فاحنا معانا المايك النهارده شكرا لشركه هولاند ان هم بعتوا لي المايك عشان نجربه ونعمل له انبوكسنج مع بعض وريفيو. فيلا بينا نبدا. بصوا المايك لسه في كيسه، فبسم الله الرحمن الرحيم كده نبدأ نفتح المايك. طبعا قبل ما اتكلم عن اي تفاصيل ليه او نعمل انبوكسنج، هو المايكات او اي براند عموما بتاع برودكت بيبقى كاتب الحاجات القوية في الظهر بتاع العلبة بتاعته، فهو كاتب ان هو بوتوم سايز يعني حجمه صغير جدا، وان هو 48 كي اتش او 24 بت، ده زي ما تقول كده الرو بتاع الصوت يعني. ومكتوب برضو ان هو بيقدر يشتغل على الكاميرا وعلى الموبايل، وان هو الباتري بتاعته بتقعد لغاية 40 ساعة، وده رقم طبعا قوي جدا جدا جدا. خلينا نفتح المايك ونشوف محتويات العلبة هيكون فيها ايه. وبسم الله، اول حاجة طبعا الورق بتاعه والكلام ده كله. وبرضو من الميزة القوية في المايك ده اللي هم بيبعتوا ستيكرز كده تحطها على المايك، هوريها لكم لما نفتح المايك. والعلبة زي ما انت شايف اهي بيجي فيها العلبة بتاعت المايك والريسيفرز بتاعت الموبايل وكمان الكاميرا. الميزه في المايك ده ان هو بيجي باتنين ريسيفر يو اس بي تايب سي ولايتنينج بتاعه الايفون. نطلع الريسيفرز الاول. طيب نفتح كده ونفتح كده. ده شكل الريسيفر، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا. شكل الريسيفر، ريسيفر صغير جدا لللايتنينج، وكمان يو اس بي تايب سي، مكتوب عليه الهولي لاند تي اكس 1 وتي اكس 2، في زرار واحد بس موجود هنا وبس كده. بعد كده بيجي عندنا المايك اللي بيجي بعلبه قويه جدا. نشوف بس في العلبه تحت في اي حاجه. تمام، تحت في العلبه موجود فيه، شيل الكلام ده كله بقى، موجود فيه شنطه، والشنطه دي هتلاقي فيها كل الاكسسوارز بتاعت المايك من وصله يو اس بي تايب سي علشان تقدر تشحن العلبه اللي بتشحن المايكات، وفي كمان كابل اللي هو 3.5 عشان تشغله على الكاميرا. وموجود معانا كمان دي الديد كات او الويند كات حسب ايا كان المسمى اللي انتوا بتسموها يعني. اطلعي بقى، في اتنين ويند كات اهو. واخيرا وليس اخرا موجود عندنا بقى اجمد حاجه في المايك، وهي السلسله الماجنتيك دي. طبعا انت لو شفت ريفيوز او حاجات للمايك ده تبقى عارف السلسله دي بتعمل ايه، ولكن لو ما شفتش انا هقول لك بتعمل ايه. هو بيجي اتنين مش واحده، واحده والتانيه اهو اتنين. ماشي خلاص، سيبك بقى من الكلام ده كله، تعالى بقى للمهم وهو المايك. واو، العلبه بتاعته هي بلاستيك بس شكلها فخم قوي اهي، وبيجي من ورا مكان الوصلة يو اس بي تايب سي عشان تشحن المايك. طيب نفتح بقى، بسم الله. ده اللي انت هتشوفه اول ما تفتح المايك، بيبقى موجود في التو ترانسميتر عشان لو في اتنين بيتكلموا مع بعض، وفي الريسيفر اللي بيتحط على الكاميرا. ده شكل الريسيفر اهو، وده شكل الترانسميتر. ده شكل الريسيفر، وده شكل الترانسميتر، او نقدر نقول ان ده المايك. حرفيا مايك صغير جدا جدا، قد هو بيقول لك اسمه بوتوم مايك اللي هو قد مثلا عقله الصباع، صغير جدا يعني. وموجود معاه الماجنتيك ده، يعني هو بيبقى اتنين كده اهو، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا. سيت اب جديد بقى ولسه ما ظبطتش. بيبقى فيه القطعه دي اللي هو المايك والماجنتيك كده، وزي ما قلت لكم هو بيجي باتنين ترانسميتر. العلبه زي ما انت شايف بيكون فيها ليدات من قدام علشان تقدر تقول لك الشحن بتاع العلبه دي قد ايه. هو هنا مشحون بثلاث نقط، يعني في تقريبا اكتر من النص او ثلاث ارباع المايك مشحون، في ناقص نقطه بس تقدر ايه تشحنه باليو اس بي تايب سي. المايكات بتتشحن من خلال العلبه، يعني تحط المايك في العلبه وتشحن العلبه والعلبه بتشحن المايك. ده شكل الترانسميتر اهو،
نشيل بقى كل الكلام اللي موجود عليه ده. صراحة شكله شاكي قوي، بيجي برضو فيه لزقات كده عشان احنا نشيلها اهو، اللي هي الصغيرة دي، ويتشيل برضو الوصلة دي كده. بالنسبة لك المايك جاهز دايما ان هو يشتغل اول ما تحطه على اي بقى ديفايس. قلت لك الميزة في المايك ده ان هو بيجي لك باتنين ريسيفر، لو انت معاك ايفون معاك الريسيفر بتاعه، لو معاك اللايتنينج اللي هو مثلا يو اس بي تايب سي معاك الريسيفر بتاعه. دلوقتي الايفون بقى كمان يو اس بي تايب سي فمش هتحتاج ده. وغالبا المايكس بتيجي بريسيفر واحد، يعني انت لما تيجي تشتري مايك او حاجه بيجي لك بريسيفر واحد، هنا جايب لك الاثنين عشان ينجز لك الموضوع. ولو بيبقى جايب لك ريسيفر او ممكن معاه اللي هو الكونفرتر عشان تحوله موبايل واي لموبايل لموبايل، ولكن هنا جايب لك الاثنين. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نجرب بقى نشوف المايك ده عامل ازاي والدنيا ماشيه ازاي. الاول تعال نغير صوت المايك، نغير المايك عشان نبدا نشتغل او دايما نصور بالمايك الهولي لاند. تست تست. طيب هنركبه بقى دلوقتي بالماجنتيك، حط العلامه دي. ده اجمد حاجه ممكن تشوفها في المايك، يعني اكيد طبعا صوته كويس وكل الكلام ده كله، بس هي الفكره ان المايك دلوقتي هو محطوط يعني صغير جدا، محطوط على التيشيرت عندك مش باين. وزي ما قلت لك هو بيجي معاه كمان ستيكرز جامده قوي، يعني بصوا الستيكرز دي عباره عن ستيكرز تقدر تحطها على المايك بحيث ان هو ما يبانش اسود كده او ما يبانش اللوجو البراند بتاعهم، لا انت ممكن تحط فيه ستيكر سمايل او اي حاجه، او انت لو مثلا لابس اسود تحط له ستيكر اسود او ستيكر ابيض بحيث ان هو البراندنج بتاع المايك ما يبانش. وكمان من ضمن الاكسسوارز الجامده قوي ان هو في سلسله، لو عملت ده كده دي سلسله اهي تقدر تلبسها، اعمل كده كمان بتكبر وتصغر اهو اهو اهو، تلبسها ونشيل ده ونحط كده. كده بالنسبه لك لابس المايك وقاعد تتكلم عادي والدنيا جميله وزي الفل. انا طبعا مش سامع الصوت، انتوا اكيد سامعين، واكيد يعني الصوت انا مش هعمل عليه ايديت ولا اي حاجه عشان يبان الرو بتاعه بشكله كويس. زي ما قلت لك ان المايك ده بيقعد اكتر من 40 ساعه في الشحنه الكامله، وبتقدر تستخدم التو مايكس بحيث لو انت عندك انترفيو واحد عنده معاه مايك والتاني معاه المايك على الكاميرا على طول، انا موصل خلاص الريسيفر على الكاميرا بحيث ان الكاميرا تستقبل الصوت من المايك ده. من ضمن الفيتشرز بتاعته ان الارسال بتاعه يوصل لغايه 300 متر، فلو انت بتتكلم لغايه 300 متر فبالنسبه لك مش هيقطع، وده ان شاء الله ممكن نعمل له تيست لوحده في الفور ريفيو اللي هيكون للمايك ده قريب جدا على القناه او على الفيسبوك حسب ما انت بتتفرج. طيب انا دلوقتي بسجل بالايفون بتاعي وموصل عليه المايك، اعتقد ان الصوت زي ما انتم سامعين كويس جدا. المايك ده ليه ابلكيشن بنزله بقدر اظبط الجين بتاع السنسيتيفيتي بتاعه الصوت اذا كان لو او نورمال او سترونج، انا عامله دلوقتي سترونج بحيث ان يبقى الصوت واضح اكتر. وتعالوا نرجع للريفيو. طيب رجعنا للريفيو بتاعنا، في شويه كمان مميزات حلوه جدا في المايك ده، ان هو فيه نويز كانسليشن. لو دوست على الزرار ده تبدا تعمل نويز كانسليشن لاي دوشه عندك، لو في مثلا بتتكلم في مكان فيه دوشه او الكلام ده كله بيبدا ان هو يظبط لك النويز ده ان هي تتشال وانت بتسجل اصلا المايك، مش محتاج ان انت تعدل حاجه في برامج الايديت. وكمان بالنسبه للريسيفر هتلاقي فيه دايل كده تقدر تتحكم فيها على درجه الجين او درجه مستوى الصوت اللي انت عايز المايك يستقبله وانت بتتكلم، وهتلاقي كمان الليدات صغيره جايه بتقول لك درجه الجين بتاعه المايك بتاعك ده قد ايه. على العموم انا مش هقدر اتكلم حاجه عن المايك ده، المايك ده اثبت جدارته بشكل كبير جدا لاي حد جربه، مايك ممتاز. ميزه قويه جدا جدا ان هو صغير ومش باين وماجنتيك، تقدر تحطه في هدومك مش هيكون باين قوي ان هو مايك او مايك كبير بقى شكل وحش وانت بتصور، بالاضافه ان كواليتي المايك ده ممتازه وبيقعد وقت طويل وشغال فيك مع الكاميرا وشغال مع الاندرويد وشغال مع الاي او اس. بس كده اكتب لي رايك بقى في المايك ده لو انت جربته في الكومنتس، اكتب لي كمان في الكومنتس عايز ريفيو مفصل بكل حاجه عن المايك ده ولا لا، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.